اعتقد ان هناك عمل وهناك اجنده بيتم تنفيذها بصوره سريعه رغم الظروف اللي مرت في الفتره السابقه مثلا، لكن مثلا هناك انجازات تمت في الشيخ زايد، اكثر من صاله، تطوير الملاعب، ايضا في عمل هنا كبير في فرع الجزيره، هناك اعمال اخرى بتتم في مدينه نصر غير الحلم الكبير اللي هو انشاء فرع الرابع النادي الاهلي في التجمع الخامس. كل ده بيسير وفق يعني اجنده مرتبه وواضحه هيكون فيها الحساب في نهايه الدوره، يعني هتقدم يكون في كشف حساب على ما تم انجازه. وما زال اعضاء النادي الاهلي يعني عطشه لكثير من الاعمال، اعتقد انه في جهد كبير بيتعمل من خلال مجلس الاداره، من خلال مجموعات العمل بيكلف بيها كابتن وحود الخطيب باعضاء مجلس الاداره، كل واحد بيبقى له دور، مجموعات متجانسه ما بين الخبرات وبين الشباب، كل ده بيشكل وبيدي بيقول للنادي الاهلي، الاهلي حاجه كبيره، الاهلي قيمه. حجم الانجاز فعلا يتعدى الجيد جدا، يعني لانه لازال هناك وقت، لازال امانيهم ووعودهم لعائله الاهلي طبقا للبرنامج يعني موجودة ومستحقة وتسير بالفعل نحو اكتمال بنسبة يعني تصل للقرب من 100% كل ما وعد به المجلس إن شاء الله. الفروع الثلاثة بحجم إنشاءات من وجهة نظري وزي ما بنتابع أنا والزملاء إنها بتقول إنه لا، الأهلي ينتظر استكمال لمستقبل وضع أساسه يعني كل السابقين، وده تميز النادي الأهلي، القادم يستكمل المرحلة. أنت بالفعل النهاردة فرع التجمع هو الفرع الرابع وهو تقريبا النادي شبه الوحيد في العالم اللي بيمتلك منظومة فروع، لا وكمان أنت رايح على الأقصر، رايح على جنوب مصر العظيم، رايح بأكاديميات في وجه بحري، رايح بأكاديميات إن شاء الله وما أعلم أنها قد تعبر كمان قناة السويس إلى سيناء الحبيبة، يعني الأهلي سيكون موجود بالفعل مش بس في وجدان محبيه، لكن هيبقى موجود كمان على خريطة مصر في كل بقاعها، وبالفعل التركيز في السكة دي هو يعني ما يستحقه جمهور النادي الأهلي. كان هناك تركيز على العمل والعمل فقط وإسعاد جماهير النادي الأهلي وأعضائه، فطبعا في إنجازات كثيرة جدا وفي تحدي أكبر. أنت بتتكلم في ثلاث مقرات، الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر، إضافة إلى مقر الرابع تحت التأسيس في التجمع الخامس، ده جهد مش قليل يعني، ده يعني اللي عنده مقر واحد بيلف حوالين نفسه، فما بالكم بأربع مقرات في نفس التوقيت، تحديات كبيرة جدا، إنشاءات كبيرة جدا. الشيء المهم في هذه النقطة إن الأهل ما توقفش، يعني الأهل ما توقفش، كان دائما في حالة إنجاز في منشآت كتيرة. يعني لو كلمنا عن المنشآت، وإحنا عندنا شقين، منشآت وخدمات الأعضاء، في بطولات بسم الله ما شاء الله يعني متعددة ومتنوعة، من كرة قدم لكرة الطاولة لكرة طايرة لكرة يد للسباحة، يعني في كل المجالات، رغم برضو نقول حالة الكورونا اللي كنا فيها ورغم رزالات البعض، إنما طبعا كان مسيرة جيدة جدا على مستوى المنشآت، يعني حدث ولا حرج يحس بها أعضاء النادي بشكل مباشر سواء في الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد، في طفرة كبيرة جدا في الإنشاءات. شايفين تطوير كبير جدا في الفروع، سواء فرع الجزيرة اللي هو الفرع الأصلي أو مدينة نصر أو الشيخ زايد، في اهتمام كبير وفي مثلا خدمات، وفي نقدر نقول مثلا هنا في الشيخ زايد تم او سيتم افتتاح قريبا يعني فروع لاكثر من بنك، واعتقد هناك ايضا مشروع للشهر العقاري. دول يمكن موجودين في فرع الجزيره وفرع مدينه نصر اللي هم الاقدم. المهم ان ده بيجي وفق استراتيجيه عامة، يعني وفقا لاستراتيجية عامة نقدر نقول انه مجلس الادارة ماشي بهدوء وبشكل منظم وبيحقق التارجتس اللي كانت محطوطة في اطار برنامج عائلة الاهلي، وده مهم قوي برضو على فكرة،
كان البرنامج الأساسي لمجلس أو لقائمة الكابتن محمود الخطيب هو عائلة الأهلي، وأنا يمكن من خلال برضو تعاملي مع الناس واتصالي بيهم أنا حاسس أنه في حالة من الرضا وفي نوع من التلاحم بين أعضاء النادي نفسهم. لو في أي مشكلة بيطرحوها بشكل محترم ومجلس الإدارة بيستمع إليها. ميزة مجلس الإدارة الحالي أنه لا يكابر، يعني لو في مشكلة بيستمع إليها وبيحلها، وده مهم جدا لأنه عمل مجلس الإدارة مش هيتم لوحده، لابد أن يكون هناك تعاون مع الأعضاء.